حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا رمضان بين الشعوب، الذي سنأخذكم به إلى دولة ليبيا التي تقع في شمال إفريقيا، حيث يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط، وشرقا جمهورية مصر العربية، وجنوبا تقع تشاد والنيجر، وغربا تقع تونس، وتبلغ مساحتها ما يقارب 1.8 مليون كيلومتر مربع، وعاصمتها طرابلس. تتميز دولة ليبيا بالتنوع المناظر والأماكن الطبيعية بها، حيث تتواجد هذه الأماكن الرائعة في الساحل الليبي الذي يعد أطول ساحل للبلد الإفريقي، ويطل على البحر الأبيض المتوسط، وتوجد مساحة كبيرة في ليبيا للصحراء، فيما عدا المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية سكنت ليبيا من قبل البربر منذ العصر البرونزي المتأخر، وقام الفينيقيون بتأسيس مراكز تجارية في غرب ليبيا، فيما قام الإغريق اليونانيون القدماء بإنشاء مدن في شرق ليبيا. حكمت ليبيا لفترات مختلفة من قبل الفرس والمصريين والإغريق قبل أن تصبح جزءا من الإمبراطورية الرومانية، حيث تحتوي الأراضي الليبية على العديد من المعالم الأثرية المهمة، وتحديدا المعالم الأثرية التي ترجع في تاريخها إلى الزمن الروماني. شهر رمضان له نكهة خاصة في قلوب الناس في ليبيا، ويتم استقباله بطريقة خاصة جدا من جميع النواحي، سواء كانت النفسية أو المادية وحتى الاجتماعية. فعلى بساط التآلف والتقارب الاجتماعي والديني يجتمع أهل ليبيا على القيم والتقاليد الأصيلة، فشهر رمضان المبارك له موقع خاص في قلب كل ليبي. يحتفي أبناء الشعب الليبي بشهر رمضان المبارك ويستقبلونه بفرحة غامرة، تعظيما لأيامه المباركة، فهو شهر الخير والبركة والروحانيات والعبادة والتنافس في الطاعات والخيرات. فهناك العديد من العادات والتقاليد تتوافق مع روحانية الشهر المبارك التي لا تزال موجودة ويحافظ عليها أبناء ليبيا، فهي جزء من هويتهم وتقديرهم لرمضان، حيث تكون هناك استعدادات خاصة تبدأ من دخول النصف الثاني من شهر شعبان. لرمضان في ليبيا مذاق مختلف عن غيره من الدول وعن غيره من الشعوب. دعونا نتعرف أكثر على أجواء شهر رمضان الكريم في ليبيا. جاي رمضان قريب طل، نقول وصل، إن شاء الله بخير علينا يهل. بهذه العبارة يستقبل الشعب الليبي شهر رمضان، لكن التجهيزات لهذا الشهر الفضيل تبدأ من منتصف شهر شعبان، فتزدحم الأسواق بالمتسوقين لشراء المواد الغذائية، وتقوم ربات البيوت بتجديد الأدوات الكهربائية ومستلزمات المطبخ من أوان جديدة وأفرشة وأغطية، كما يقومن بتحضير كل أنواع التوابل والبهارات التي يتميز بها المطبخ الليبي. وما أن تثبت رؤية الهلال فتتحول الشوارع إلى نشاط وحركة بدون توقف حتى الساعات الأولى من الفجر، ويحرص الليبيون على أداء الصلوات بالمساجد مصطحبين أبنائهم الصغار وزوجاتهم. الكرم الليبي معروف منذ القدم، ففي شهر رمضان تكثر أعمال الخير وموائد الرحمن في المساجد والساحات، حيث تنتشر الموائد الرمضانية المخصصة للفقراء والمساكين والعمال، كما يتميز المطبخ الليبي بالتنوع والمزج بين الأكلات العربية والإيطالية، وتعتبر الشوربة الليبية أو الشوربة العربية كما يطلقون عليها مناطق الشرق والجنوب من الأطباق الرئيسية في رمضان، وهي تتكون من مرقة اللحم وشوربة لسان العصفور. أما الحلويات التي تقدم في جميع المناطق الليبية وهي المقروض والغريبة والبسبوسة والبقلاوة والكنافة والقطايف وكعك الحلو والحلقوم. ومن أهم عادات الليبيين بعد أداء صلاة التراويح الإقبال الكثيف من بعض الشباب على المقاهي وممارسة النشاطات الرياضية كدوري كرة القدم بين المناطق. ومع اقتراب يوم عيد الفطر تشهد المحلات التجارية اكتظاظا بالعائلات، خاصة تلك التي تعرض ملابس الأطفال الذين بدورهم يقضون هذه الأيام في التجول بين هذه المحلات رفقة أوليائهم.
كما تستعد ربات البيوت بتجهيز حلويات العيد التي تقدم للضيوف مع الشاي أو القهوة العربية. وفي صبيحة يوم العيد يتوجه أفراد الأسرة إلى المساجد أو الساحات العامة التي تقام بها صلاة العيد، فيصلي الجميع صلاة العيد، وبعد الانتهاء من الصلاة يسلم المصلون على بعضهم مباركين بالعيد، وينصرف كل شخص إلى بيته للسلام على أهله وأسرته. وفي الطرقات يتبادل الناس السلام والتحية، ومن ثم تنتقل الأسرة إلى زيارات الأهل والأخوة والأخوات والعمات والخالات وذوي الأرحام، مقدمين لهن الحلوى والعيديات التي تعبر عن تواصل الأسرة مع بعضها. رحلتنا في ليبيا انتهت، نلتقي غدا لنتعرف على عادات وتقاليد شعب آخر من خلال رمضان بين الشعوب. انتظرونا في نفس الموعد.